شكرا ليك كابتن هيثم السعيد، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي في الوطن العربي الكبير الفوز بكاس الكؤوس الافريقيه عقب تغلبه على الاتحاد الليبي في المباراه النهائيه. معي في هذه اللحظات معالي الوزير سياده العامري فاروق، طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك على هذا الانجاز، مش بطوله رياضيه فقط، مؤسسه الاهلي تنظيمها للبطولات الرياضيه على اعلى مستوى بالاضافه للفوز الفني لفريق كره اليد. مبروك، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي، مبروك لكل الناس اللي شاركت ونظمت، حقيقه مستوى طيب جدا. مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على البطوله، اعتقد يمكن ده تعويض عن المباراه السوبر الحقيقه اللي خسرناها واحنا الحقيقه ما كناش يوميها موفقين. النهارده الفريق بيصالح جمهوره، بيصالح النادي الاهلي، وبيكسب البطوله بتاعت افريقيا، وان شاء الله كده مزيد من البطولات. بشكر الحقيقه اللجنه المنظمه على البطوله، كل اللي شاركوا، شباب النادي الاهلي، بنات النادي الاهلي اللي اتحركوا في كل اللجان الحقيقه اللي اشتغلت، شكل الحقيقه مشرف. بشكر محمد الجرحي ومحمد الضماطي على التنظيم، مجهود كبير. بشكر الحقيقه الفرق المشاركه كلها حقيقه لان مستوى طيب. برحب بكونت الحقيقه النادي الاتحاد الليبي، اشقاء عرب، الحقيقه علاقات مهمه جدا كانت المفروض دايما وتظل دايما يا رب طيبه. بشكر كل الحقيقه اللي شاركوا، الف الف مبروك للنادي الاهلي، ان شاء الله يكون اللي جاي احسن باذن الله رب العالمين. علي حضرتك على حرص الاتحاد الافريقي لكره اليد على اهداء الاهلي درع شكر من الاتحاد الافريقي لمسؤول الاهلي على هذا التنظيم والشكل اللي خرجت به هذه البطوله بالنسبه للقاره الافريقيه. الحقيقه يمكن واحنا بنتكلم ما بين الشوطين، الحقيقه الاتحاد الافريقي بيثني على اداء اللجنه المنظمه للبطوله، ويمكن ده نفس الحقيقه الانطباع اللي جالنا برضو من الاتحاد الطايره، الاتحاد الافريقي للطايره، وده بيؤكد ان شباب النادي الاهلي دايما الحقيقه بيطلع البطولات بتاعتنا بالشكل اللي يتناسب مع اسم النادي الاهلي. الحقيقه يمكن اكبر نسبه مشاركه من عدد شباب اعضاء النادي الاهلي، اكبر نسبه مشاركه الحقيقه حتى في الافتتاحات، من في حفله الافتتاح كلهم من ولاد الاهلي واعضاء النادي الاهلي، ودي حاجه جديده. يمكن احنا كنا ساعات بنستعين ببعض الشباب من بره، المره دي احنا مركزين ان ولاد النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وبنات النادي الاهلي يكونوا هم الحالي في الاحتفاليات. بشكرهم والف مبروك، وان شاء الله مزيد من البطولات، ودايما كده النادي الاهلي سباق الخير يا رب العالمين. الف مبروك يا فندم، الف مبروك. ميرسي لذوقك، اشكرك.